الآن أبو عائشة راح أراويك ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة عائشة. وأمامك الآن من صحيح مسلم على الشاشة أخوان، شوفوا رسول الله ماذا يفعل في ليلة عائشة أخوان. شوفوا أخوان المشاهدين الكرام، شوفوا أخوان، هذا صحيح مسلم طبعة تركية أمامكم على الشاشة، هذا أمامكم، والراوي هي عائشة، الراوي هي عائشة. قال إنه يوما قالت ألا أحدثكم عني وعن، فظن أنه يريد أمه التي ولدته، قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلتي، يعني الليلة التي يأتي بها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل 9 أيام، كل 8 أيام الليلة التاسعة إلها، التي كان النبي صلى الله عليه وآله فيها عندي، يقول انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه. مال واحد متأهب للطلعة أخواني، هذا حال مال واحد متأهب ما يريد يبقى، يعني متأهب متحضر للطلعة، وبسط طرف أزاره على فراشه، حتى فراشه ما يريد ينام عليه. والله عجيبة، والله العظيم عجيبة، فراش عائشة ما تطيب نفس الريحة عائشة، يحط أزاره على الفراش، ما يحط وجهه على فراش عائشة يا أخواني. انتبهوا لأفعال رسول الله، شوفوا أول ما دخل شنو سوى، انتبهوا، فككوا العبارات، انتبهوا، شوفوا شنو سوى. يقول أول ما دخل ماذا فعل، ماذا فعل لما كانت ليلتي، تقول انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجله، محضرهما يمه حتى ما يتعب رأسا يلبسهم ويطلع، وبسط طرف أزاره على فراشه، خلى أزاره على فراشه ما طيب نفسه لفراش عائشة. طيب فاضطجع أخواني، شوف فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني أن قد رقدت، يعني دقائق معدودة، 5 دقائق 6 دقائق، إنه غفت عائشة، شخرت، قامت تشخر زين، فأخذ رداءه، ليش مخلي رداء يمه؟ حتى يطلع بسرعة، فأخذ رداءه رويدا رويدا، سكت وانتعل رويدا رويدا، وفتح الباب فخرج ثم أجافه، شوف الحالة، رويدا على كيفه سد الباب، ما يريد تقعد، فجعلت درعي في رأسي واختمرت، الله أكبر، وتقنعت أزاري، ثم انطلقت على أثره. حسب لها رايح يم واحدة من زوجاته، وتدري بي ما يحبها، هي تدري بي ما يحبها، ما أريد أدخل بروايات، هاي رواية صحيح البخاري، تقول عائشة والله إني لأظنك تحب موتي، تقسم إنه يحب موتها، ما يريدها، قال يسألها حبيبة الحبيب، إنك تحب موتي. شوف أخوان الرواية الأولى، ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع، جاء البقيع يروح للمقبرة ولا يظل يم عائشة، يروح بنص القبور ولا يقعد يم عائشة، والله العظيم عجيبة والله. فقام فأطال القيام، سبحان الله، ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت. طبعا نصلي للقبور ما تخافين، هي اذا قادت جيش شلون ما تخاف، فاحضر فاحضرت، فسابقته فدخلت، فليس الا ان اضطجعت فدخل، فقال مالك يا عائش، مالك يا عائش، حشي الرابيه. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بابي انت وامي، فأخبرته، يعني طلعت وراك حسب ماذا رايح الوحدة من زوجاتك هاي. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. طيب فدوا روح لديك يا رسول الله، لهدها لهدة أوجعتها. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أنت خافين ظنين اني انا انسان غير عادل، شلون بالروايه هاي اللي قبلها
ما يعدل ويدل وي البقية، يحيف على نساء البقية من أجل عائشة، والله دينكم متناقض والله العظيم، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، فإن جبرائيل النبي يتكلم، فإن جبرائيل عليه السلام أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، ما تسمعينه، أخفى صوته، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أني قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك، شوف سبحان الله، الله الله، على قولة الوهابية من فوق سبع سماوات، لا تظل نام يا معاشة، قوم عنها، أطلع أطلع عنها، أطلع أطلع عنها، لا تنام يمها، إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقية، روح للمقبرة، لا تظل يا معاشة، أطلع للمقبرة، روح بنص القبور نص الليل ولا تظل يا معاش، زين، أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، إلى آخر الرواية. فالنبي صلى الله عليه وآله هذا كان هكذا كان يصنع في ليلة عائشة يا أخوان، في ليلة عائشة هكذا كان يصنع، مو هو، الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يرسل جبرائيل بنص الليل يقول له أبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله، يترك عائشة زين او يطلع يروح للمقبره، يروح للبقيه. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه واله ما كان يطيق عائشه، النبي صلى الله عليه واله ما يطيق عائشه. هنا الروايه هذه في صحيح البخاري اخواني، هي قالت عائشه وراسا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله، يعني تريد تاشر للموت، ذلك لو كان وانا حي، يعني اذا متي وانا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه والله، ها شوف أنت تقول هالشكل، إذا أموت أنا تستغفر لي، والله إني لا أظنك تحب، أنت تريد أموت، تحب موتي، تقسم ولو كان ذلك. إذا من يقول للنبي تحب موتي؟ من؟ عائشة، 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 تقسم النبي يحب موت عائشة؟ اي اي اي، وتقول له والله اللي هي زوجته تقصد. اي تقول له والله، هو يقول لها اذا متي انا راح استغفر، كظت راسه صاحت ورأسه، صيح الله يساعدك يا رسول الله، شلون حامل هي وحفصه ما ادري، ورأسه، قال له والله لو حصل ذلك يعني موت موتين استغفر لك. قالت له والله اني لا اظنك تحب موتي، تريدنا اموت، انت تريدنا اموت. سيدنا بس احنا مثلا كعراقيين بثقافتنا، إذا مثلا بالبيت يقولون مثلا هذا مو زين، الله ياخذه إن شاء الله ويخلصنا منه، يعني مثلا نقول هيك، الله ياخذه فهي معناها يعني شنو؟ النبي يقول الله ياخذك ويخلصنا مني، هو بل دعا عليها. شو اسم الكتاب سيدنا؟ هذا صحيح البخاري حجي، صحيح البخاري، صحيح البخاري، سني. اسمع الكارثة، سني، إيه سني، اسمع الكارثة، اسمع الكارثة حجي، اسمع الكارثة شنو هي؟ تقول له ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تقول له شلون قايل لمرتك أبو عاشك، واحد يقول لمرته الله ياخذيك؟ اسكت اسكت أبو عاشك، ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تقول له والله إذا أنا متت أنت إيش راح تسوي؟ الرواية، شوف الرواية ماذا تقول؟ ماذا تقول الرواية؟ تقول اسمع 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 إخواني، ثم تقول والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك، وش قالها؟ قالها إذا متي راح أستغفر لك. تقول له ولو كان ذلك شو راح يسوي إخواني؟ ها، وتقسم عليها لظللت آخر يومك، يعني من الصبح لليل معرسا ببعض أزواجك، تروح تنام ويا زوجاتك، تكيف إذا أنا أموت، تكيف، ها تكيف إذا أنا أموت. هذا كلام عائشة. هذا أكو زلمة يقول للمرتة هذا يعني رجالي زوج، يقول لزوجته الله يخلصنا منه، زين وين الحب؟ روحي قلها موتي حتى استغفرني، روحي.